طيب، وقد انضم إلينا الآن عبر سكايب من برلين السيد حسين خضر، عضو الاندماج بالحزب الاشتراكي الديمقراطي. مرحبا بك، وكيف رأيت اجتماع الأمس وما رشح عنه من قرارات وبياني الختامي؟ تفضل. طبعا كان واضح جدا حجم قلق زعماء الدول وممثلينها بسبب الكارثة اللي بيمر بها العالم حاليا. لكن حضراتكم متابعين فيروس كورونا وتداعياته الصحية والاقتصادية والأمنية على مستوى العالم بالكامل، ولكن اللي كان واضح جدا وواضح للجميع ان في رغبة جماعية للتعاون لتفادي خطورة المرحلة، وان هم يعدوا كلهم بأمان وبأقل خسائر، وده مش هيقدر يعني مش هيحصل إلا لما يكون في تعاون على المستوى الدولي وأيضا تعاون اقتصادي، لأن فيروس كورونا ليه تبعات اقتصادية خطيرة جدا. وأظن إن في دول بدون أي تعاون أو بدون تعاون دولي هتواجه مشاكل كبيرة جدا، بل منها من سوف يسقط. وبالتالي كان واضح من البداية جدا تعامل ألمانيا مع أزمة فيروس كورونا، يعني بدأ يبقى فيه خطوات زي خطوات وقائية مهمة جدا بيلتزم بيها كافة أطراف الشعب الألماني، لأن هم شايفين قد إيه هنا حجم خطورة الموقف نفسه وسرعة انتشار الفيروس. وفي دول تانية كانت حصل لها المشكلة دي قبلها، وبدأنا نتعلم من أخطائهم ونلتزم هنا التزام كامل، يعني في وقاية قوية. ولكن النهاردة في ثلاث مدارس متداولة في الشارع السياسي الألماني أو ثلاث رؤى مطروحة إزاي هنقدر نتعامل مع الأزمة دي أو هنمر بيها. في فكرة اللي هي يترك الفيروس بالانتشار وبناء عليه المجتمع يكتسب مناعة، ولكن النوع ده من المدارس خطر جدا جدا لو طيب، يعني هذا ما فشل في بريطانيا تحديدا وأصيب من أطلق هذه الفكرة بالكورونا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. الفكرة نفسها مش وحشة طول ما احنا بنقدر نسيطر على عدد الانتشار، يعني طول ما في قدرة استيعابية في المجتمع والمؤسسات. طب هذا ما فعلته أيضا إيطاليا، تجاهلت المرض تماما، وكما ترى الآن إيطاليا وإسبانيا. هل تريدون ألمانيا بهذا الشكل؟ لا طبعا، ولذلك احنا بنتعامل مع الموضوع بشكل مختلف خالص. اولا في استعدادات قامت بها الاداره الالمانيه ووزاره الصحه كبيره جدا، وعدد المسح اللي بيتم النهارده في المانيا 50,000 مسحه يوميا، بيحاولوا يزودوا عدد المسحات ل 100,000 مسحه عشان برضو الراي. طيب، هذا هو الطرح الاول، حتى لا يتداركنا الوقت، هذا هو الطرح الاول، ترك الامور تسير بشكل طبيعي. الطرح الثاني اللي هو يزود عدد المسحات، يوصل كل يوم انه يمسح 100,000 مسحه ويعزل المجموعه المهدده بالخطر او المعرضه للخطر اكبر، اللي هم كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، يخليهم في بيوتهم ويبدا يخلي الشباب او اللي مش معرض للخطر قوي يمارس الحياه الطبيعيه ويشتغل، لان في خطوره لو طالت مده الدواء او انتاج مصل والمخزون او القدره الاقتصاديه لاي دوله هتكون ضعيفه جدا لو المده دي طالت. طيب، الطرح الثالث، الطرح الثالث برضو اللي هو الشبه الاولاني شويه، ودي اللي عملتها كوريا، ان هو يزود على عدد المسح اللي هو يوصل في فتره قصيره جدا، انه يمسح المجتمع بالكامل وبعد كده يمارس حياته طبيعيه، ولكن القدره الصحيه او المؤسسات الطبيه في المانيا ما تقدرش في فتره قصيره جدا تقوم بمسح 80 مليون مواطن الماني او اكثر. نعم، طيب اخيرا وفي عجاله، يعني ما هو سبب، يعني هل هذا التشتت هو سبب عدم وجود اليه او اعلان اليه لتوزيع هذه التريليونات الخمسه في البيان الختامي؟ لا، هو مش تشتت، هو محاولة الوصول للحل الأفضل بأقل خسائر ممكنة. فيروس كورونا النهارده ليه تأثير صحي، ده كلنا عارفينه، في ناس بتعيا، في ناس بتموت، في ضحايا كتير جدا على مستوى العالم، دي نقطة يعني مسلم بيها، ولكن في تداعيات اقتصادية. العالم كله النهارده تحول لجزر منعزلة، كل دولة قائمة على اللي موجود بداخلها والمنتجات والاقتصاد والمخزون الاستراتيجي اللي موجود عندها. نعم. ده معناه إن المخزون ده هيقضي لفترة معينة، لو فترة الانتشار
قبل الوصول الى المصل زادت عن حدودها هيكون في انتهاء للمخزون المتواجد وهنقابل مشاكل اكبر من ازمه عالميه. بالتالي بنحاول نوصل لاي حل بسرعه ان احنا نقلل حجم الخسائر المتوقعه. وضحت الصوره. والسيد حسين خضر عضو الاندماج بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، شكرا جزيلا.